بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. من كتاب صحيح مسلم، الكتاب 53، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، الباب 9، باب انشقاق القمر. ومعلوم أن القمر انشق في عصر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، حيث طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم آية، واقترحت هي نفسها الذين قالوا للنبي شق لنا القمر على سبيل التعجيز، لأن معظم آيات الأنبياء السابقين كانت آيات أرضية، فأرادوا أن يعجزوا النبي فتبقى آية في الآفاق بعيدة عن الأرض خالص. هم عارفين آية سيدنا موسى وسموها من اليهود، وعارفين آية سيدنا عيسى وسموها من النصارى، وعارفين آية سيدنا نوح وهي الطوفان وسموها وعارفينها، لكن إيه، عايزين هم آية إعجازية لا تساوي آيات الأنبياء السابقين، آية تكون في الآفاق بعيد عن الأرض خالص، حد يطول القمر؟ محدش يطول القمر، يقول له شق القمر، وهذا على سبيل التعجيز. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى القمر فينشق، ويبقى فرقة كده وفرقة كده. كذب بهذه الآية بعض الملاحدة، وقالوا لو حدثت لدونت، وأهل الأرض دونوها، وطالما لم تدون تبقى لم تحدث، فهمت؟ قالوا كده. ونرد عليهم اولا انها حدثت بالليل، والليل غالبا ما يكون الناس غافلون، وكثيرا ما يحدث خسوف قمر وكسوف شمس ولا يراه الناس العوام، وحدث، فكون الناس لم يروه معناه لم يحدث، وكونهم لم يدونوه معناه لم يروه، لان ربما يكون رآه بعد طوائف الناس وكانوا لا يدونون، يعني حكوها لبعضهم كده تعجبا وخلاص ولم يدونوها. هل أنت تدون كل شيء تكتبه في كتاب ترى؟ هم عايزين تبقى مدونة على جدران المعابد، فما أدرك على جدران المعابد ده دونوا كل ما رأوه ولا دونوا ما أرادوا أن يدونوه؟ وبالتالي عدم تدوينه لا يدل على عدم حدوثه، لأنه ربما حدث ولم يدون، وربما حدث وكانوا نائمون، وربما حدث في بعض الأقطار واختفى عن بعض الأقطار، حيث أن القمر له مدارات ممكن يراه قطر ولا يراه قطر آخر، كل هذا محتمل، وبالتالي لا نصدق الآية بتصديق الناس، ولكن نصدق الآية بذكر القرآن والسيرة النبوية الشريفة، فهي أصدق عندنا، لأن مصادر العلم إيه؟ ثلاثة، مصادر العلم ثلاثة، التجربة والعقل والوحي الخبر. يعني انت لما بتتعلم بثلاث طرق، اما بالتجربة والخطأ في الحس، او بالعقل فتستنتج من الموجود شيء غائب بالعقل، او الخبر، والخبر يدخل فيه الوحي، فهمت ازاي؟ دي وسائل العلم. الصوفية عندهم وسيلة ثالثة وهي الاستشراق، وهي المعارف التي يقذفها الله في قلب العارف عندما يجتهد في عبادته. عند الصوفية وسيلة رابعة لاكتساب العلم، ويسموه المعرفة، يسموه ايه؟ المعرفة. يبقى وسائل العلم عند العلماء ثلاثة، زي ما قالوا في كتب العقائد زمان لما قريتوا عقائد. يبقى انت بتتعلم ايه؟ بالحس او العقل او الخبر. يعني انت ما شفتش امريكا لكن الناس قالوا لك في بلد اسمها امريكا، يبقى جات لك منين؟ بالخبر. يبقى الخبر من وسائل العلم، فهمت ازاي؟
والحس انك انت عملت التجربة واثبت كذا وينبني عليها كذا، او ان انت عايش في البلد نفسها يقول لك مصر فيها نيل، تقول له اه والله فيها نيل انا شفته بعيني وشربت منه. واحد تاني ما جاش مصر يقولوا له مصر فيها نهر اسمه النيل، يبقى بالنسبه له وصل له هذا العلم بالخبر، وانت وصل لك بالحس والعقل انك انت تعرف من من المحسوس تصل الى غير المحسوس. يعني مثلا تقول ان الفعل لابد له من فاعل، الفعل لابد له من فاعل، فاذا رايت فعل وانفعال يبقى لابد ان هناك فاعلا ومفعولا. فهمت بقى؟ فرايت الاكوان فيها افعال وحركه لابد لها من محرك، فتصل بالعقل الى الله الى الغائب. فهمت؟ ثم الوسيله الرابعه عند اهل التصوف هو الاستشراق او التجلي او المعارف التي يقذفها في قلب الانسان، واخد بالك، اللي يسموها التجارب الروحيه. وبالتالي ما هو ما هو ده غباوه، ما هو عدنان الرفاعي ده غباوه، ده نموذج للغباوه. فهمت؟ لانه انكر السنه وانكر كثير من الاخبار واعتمد على عقلي ولا شيخ له، شيخه شيطانه. ومن فتن الزمان ان يعملوا له برنامج هو وامثاله، لكن الانشقاق حدث واخبر عنه ايه اهل السير كلهم اجمعوا لان الانشقاق حدث. وربنا بيقول اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ومين اللي قال سحر مستمر؟ كفار قريش لما قالوا ربما سحرنا محمد، لما نسأل القوافل اللي جاية، لما جم سألوا القوافل اللي جاية شفتوا في الليلة الفلانية القمر انشق، فبعضهم قالوا اه فعلا احنا شفنا القمر انشق وظننا ان هذا تهيؤ عجيب لنا من اثر الخمر او من اثر الهلاوس، لان كانوا بيشربوا خمرة فافتكروا ان ده من اثر الخمر. فلما لقوا ان بعض القوائل جت قالت كده والقوافل قالوا اه سحر مستمر، سحرنا وسحر الارض كلها، فقالوا سحر مستمر. يبقى بقيه الايات تدل على ان الذي قال سحر مستمر من قريش، يبقى حصل في عصر النبي اهو. وبالتالي انشقاق القمر حدث وهو غير مستبعد في قدره الله، لأن المعجزة تكون لا بفعل النبي بل بقدرة الله عند إشارة النبي. فهم؟ فقدرة الله هي الفاعل وقدرة الله قادر. وبعدين يجوا بعد كده يقول لك وكالة ناسا أثبتت إن في أخدود عظيم في القمر يدل على أنه انشق والتصق في يوم من الأيام. يقوم الناس تصدق ناسا وما تصدقش القرآن قبل ناسا. وإحنا مستنيين بقى وكالة ناسا هي اللي تخلينا سيريكم اياته فتعرفونها. لما وكاله ناسا قالت كده نقول ما احنا عارفين، ربنا بيقول اقتربت الساعه وانشق، ده احنا عارفين قبلكم. فهمت بقى ازاي الفرق بيننا وبين غيرنا ينبهر. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. انما ربنا مع المؤمن يقول سيريكم اياته فتعرفونها. فاول ما يقول لنا وكاله ناسا يقول لنا نقول لهم قديمه، احنا عارفينها من 1400 سنه، انتوا لسه عارفينها دلوقتي يا جهله. فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي ليست مستبعده على قدره الله، لان المعجزات كلها ايه؟ في قدره الله عز وجل، لا بقدره نبي ولا بقدره مخلوق. باب انشقاق القمر بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 49 بعد 207,000، قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشقتين. أهو ده خبره، جالنا خبر موثق بأسانيد صحيحة، واخد بالك؟ يبقى ده من وسائل العلم ولا مش من وسائل العلم؟ من وسائل العلم، الخبر الصحيح. وافق القرآن ولا ما وافقش القرآن؟ وافق القرآن. تحت ظل قدرة الله ولا تحت ولا وليس لا تحت ظل القدرة، لا القدرة صالح أن تفعل ذلك. على يد من؟ نبي، والنبي يأتي بالمعجزة. فما فيش ما يمنع أننا نصدقه أصلا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية حاء قال وحدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي كلاهما عن الأعمش حاء قال وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي واللفظ له قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنن إذ انفلق القمر فلقتين فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعب عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقتين فستر الجبل فلقة وكانت فلقة فوق الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ وكان القمر ساعتها بدر كامل يعني مستدير عشان تتم الفلق. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعب عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. كل دي طرق أخبارية موثقة لحدوث هذه الواقعة. منين بيقول لك لم تدون بقى؟ طب ما احنا دوناها، فهمت ازاي؟ هو عايز اللي يدونها مين؟ واحد هندي ولا واحد صيني ولا واحد افريقي؟ ما تعرفش خبره اتولد امتى ولا مات امتى ولا عدل ولا ثقة ولا كذاب. يعني عايز يصدق الكذابين والمجاهيل وعايز ما يصدقش اهل الوثوق والثقات اللي هي الشروط اللي وضعوها العلماء في من ينقل الخبر كشروط الذهب بل اكثر من الذهب. كانوا يقيسوا الرجل في حفظه وفي ضبطه وفي دينه وفي عدالته وفي تاريخ ميلاده وفي تاريخ وفاته وفي اسماء شيوخه واسماء تلامذته. كل واحد منه ليه ملف كبير عند المسلمين معروف في الاخر، وفي الاخر يتعرف لك درجه ايه درجته، يقول لك ده ثقه ده ضعيف ده مستور الحال ده كذاب ده وضاع، كل ده معروف. وعندنا ايه سلاسل كالذهب رواها الامام البخاري ورواها الامام مسلم والعلماء عارفين. يبقى منين ما لم يدون؟ منين لم يدون يا مجرم؟ اذا كان دون اهو، ما هو دون. امال ابن اراده ايه؟ يعني ابن اراده مش تدوين؟ لا هو عايزه يشوفه على جدران المعابد. دي غباوه بقى. بقى جدران المعابد ولا صدور الرجال اقوى؟ طب ممكن واحد يخطط الوقت على اي جدار يكتب كلام غلط، وبعد مئات السنين الناس تقرا الكلام الغلط ده تفتكره حصل. مش ممكن ولا مش ممكن؟ هو مين عرفك اللي شق اللي كتب على جدران المعبد ده كان حالته ايه؟ كذاب ولا صادق؟ ما تعرفش. لكن احنا بقى نعرف الخبر ده جالنا عن كاذب ولا عن صادق. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده تعرف ان اللي انكره عشان لم يدون لم يقرأوا كتب السنه حتى يعلموا انها دونت. واضح؟ وعن أبي قال وحدثنيه بشر بن خالد وقال أخبرنا محمد بن جعفر حا قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة بإسناد ابن معاذ عن شعبة نحو حديثي غير أن في حديث ابن أبي عدي فقال اشهدوا اشهدوا. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين. مرتين يعني فلقتين، انشقاق القمر فلقتين، لأنه ممكن ينشق يبقى ثلاث فرق أربع فرق. فهمت ازاي؟ يبقى مرتين هنا تعود على عدد، ليس على عدد مرات الانشقاق بل على إيه؟ على حالة القمر حين الانشقاق انه كان اثنان فلقتين يعني. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتادة عن انس بمعنى حديث شيبان. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وابو داود حا قال وحدثنا ابو بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابو داود كلهم عن شعبة عن قتادة عن انس قال انشق القمر فرقتين. وفي حديث أبي داود انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا موسى بن قريش التميمي قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر
قال حدثني أبي قال حدثنا جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما القول الله اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني انشق القمر علامة قرب الساعة، لأن بعثة النبي أصلا علامة من علامات الساعة. النبي يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى كهاتين، لأن ما فيش فاصل بيني وبين الساعة بنبي آخر، ما فيش نبي تاني هيجي، فيبقى نفس ظهور النبي علامة على قرب الساعة من علامات قرب الساعة. يبقى انشقاق القمر لما يحدث مع ظهور النبوة دي علامة على اقتراب الساعة، لأن النبي نفسه علامة على اقتراب الساعة. يقول لك لا ما أصله احنا بقى لنا 1400 سنة ازاي يبقى انشق واقتربت؟ اقتربت ده في ذهنك انت يا استاذ، ال 1400 سنة بالنسبة لك دي 1400، لكن بالنسبة لزمن الله دقائق معدودة. فهمت؟ شوف انت ال الأزمنة تتفاوت، يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، يوم عند ربك كخمسين ألف سنة. ايه بقى 1400 سنة اللي انت بتلعب فيها دي؟ دي 1400 ثانية في الكون. فهمت بقى المسألة؟ وبالتالي دول يقولون ويهرفون بما لا يعلمون. باب لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وأبو أسامة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. صبور سبحانه، من أسمائه الصبور، يعني الذي لا يعجل بالعقوبة ويعفو ويصفح، يمهل ولكن لا يهمل سبحانه وتعالى. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا قوله ويجعل له الولد فإنه لم يذكره. وعنه وعنه به قال وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال حدثنا سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عبد الله بن قيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم سبحانه وتعالى. باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا، ولو أن للذين كفروا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. مش كده برضو؟ ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يبقى دي الآيات، نشوف بقى النبي كيف فسر هذه الآيات القرآنية بالحديث النبوي الشريف. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من هذا، يعني أسهل، وأنت في صلب آدم ألا تشرك أحسبه؟ قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. قد أردت يعني طلبت، فأردت هنا بمعنى الطلب وليس الإرادة، يبقى أردت هنا بمعنى طلبت منك، لأن لا يحدث في ملك الله إلا ما يريد، واضح؟ فأردت هنا بمعنى إيه؟ الطلب، أي طلبت منك ألا تشرك بي، أمرتك ألا تشرك بي، ولكن لا يحدث في ملك الله إلا ما يريد،
يعني الله أراد أن يكون هناك كافر وأن يكون هناك مؤمن، هذا من حيث الإرادة، لكن من حيث الأمر والنهي أمر ونهى سبحانه وتعالى. واضح؟ يبقى هنا أردت بمعنى طلبت وليس بمعنى الإرادة، لأن إرادة الله لابد أن تكون قائمة حادثة لا مفر من إرادته ولا معقب على أمره سبحانه وتعالى. فيبقى هنا طلبت، خلافا للمعتزلة. المعتزلة قالوا لم يرد الله الكفر، نقول لا، أراد الكفر ولم يأمر به ونهى عنه. فهمت ازاي؟ يبقى أراد غير أمر ونهى. ده عند الأشعرية، عند أهل السنة، عند الأشاعرة فرقوا بين الإرادة وبين إيه؟ الأمر والنهي. لكن استغل المعتزلة مثل هذه الروايات، قالوا هل أردته منك؟ فهمت ازاي؟ فأبيت، يبقى يحدث ما لا يريده. لا، نقول له لا، يحدث ما لا يطلبه. فهمت ازاي؟ لأن لا يعصى إلا بإذنه، ولا يعصى ربك قهرة؟ أيعصر الله قهرة؟ لا نقاهر فوق عباده، لا يعصى قهرا ولا يكفر به قهرا. فهمت ازاي؟ ففرق بين الإرادة وبين الطلب والتكليف. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل إلا قوله ولا أدخلك النار، فإنه لم يذكره. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وابن بشار قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للكافر يوم القيامة أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقال له قد سئلت أيسر من ذلك. وعن أبي قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة حا قال وحدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل غير أنه قال فيقال لو كذبت قد سئلت ما هو أيسر من ذلك. واللي عايز التفصيل بين الإرادة وبين الأمر والطلب يسمع شرح الخريدة البهية، وهو موجود يعني مطبوع ونزل على النت وموجود، شرحنا الخريدة البهية وفصلنا هذا الأمر تفصيلا لمدة ساعة. فاللي مشتبع عليه الامر ده يرجع تاني للمجلس الثامن او السابع من الخريدة البهي، هيجد فيها هذا الامر. باب يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة، يوم يحشرون على وجوههم الى جهنم. مش الآية بتقول كده؟ يوم يحشرون على وجوههم الى جهنم. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب وعبد بن حميد واللفظ لزهير قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة بلى وعزة ربنا. باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار وصبغ أشدهم بؤسا في الجنة. صبغ يعني إيه؟ أن يوضع فيها، يؤتى بأنعم أهل الأرض وأكفرهم، فربنا يدخلوا النار لحظة ويقول له هل رأيت نعيم قط؟ يقول لا والله، ينسى كل النعيم، ويؤتى بأبأس أهل الأرض ويكون مؤمن من أهل الجنة وحياته كلها بؤس وضنك. ربنا يدخله الجنة لحظة ويقول له هل رأيت بؤسا قط؟ يقول لا يا رب والله ما شفتش بؤس أبدا. شفت قد إيه؟ فنعيم الجنة ينسي كل بؤس، وشقاء النار ينسي كل نعيم. فنسأل الله السلامة.
وعن أبي قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. ده يدلك على شدة عذاب النار وعلى عظم نعيم الجنة. باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا. يعني ربنا سبحانه وتعالى المؤمن بعمله الصالح في الدنيا يعيش حياة طيبة حتى لو ابتلى ربنا بشيء يستقبل الابتلاء بالرضا واليقين، فما ما ينحصرش قلبه. وبعدين لما يلقى الله يلقى ثواب عظيم. الكافر افرض الكافر عمل حسنات طيبة، رب ايتام، انفق على مساكين، نفع الناس، ربنا يعجل له في دنياه بثواب عمله عشان لما يقابله في الاخرة يبقى خلاص عجلنا لهم طيبتين في حياتهم الدنيا واستمتعتم به. لأن الكافر إذا عمل صالحا يريد به الدنيا لأنه لا يؤمن بآخرة، فربنا يعجل له طيباته في حياته الدنيا. فاللي عمل صالح من الكفار للناس للبشرية خد الشهرة وخد المال وخد البركة في في الأمر في العمر والعافية ودوام العقل كل الحاجات دي، بحيث ما يقابل ربه يبقى ربنا ما ظلموش بر، عملت خير أنا اديتك خير، عملت خير في دنيا تريد دنيا انا اديتك الخير في الدنيا اللي تريدها، انت لا تظن ان هناك والله عند ظن العبد. فهم؟ يبقى لا يظلم ربك احد. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا همام بن يحيى عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يظلم مؤمنا حسنه يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، لأنه كفر بالرسل حتى لو عملها لله، كفر للرسل يمنعه من دخول الجنة. يعني افرض واحد كافر يقول آه ربنا كريم وأنا هعمل لله ويكفر بنبوة الأنبياء يبقى برضه اسمه كافر، يقوم ربنا يعجل له حسناته في الدنيا عشان ما يظلموش برضه، يبارك له في عمره، يكفيه شر الامراض والاوجاع والاسقام، يبارك له في عمله، يبارك له في ذريته، يدخل السعاده على قلبه، فاهم؟ يشعره بلذه نعيم الدنيا من طعام وشراب وشهوه ومنصب وجاه، كل ده يديه، مش دي كلها نعم؟ يديله هذا. وبعدين لما يلقاه ملوش حاجه عنده لانه كافر. وعن أبي قال حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. أنا علشان كده ساعات يجي لي مرضى مسيحيين ويكون عندهم مرض مؤلم، هم اقول لهم اطعموا مسكين كل يوم ربنا هيخفف عنكم، اطعم مسكين، تصدق، اعمل خير، فاهم؟ يوم يعملوا خير وكده كثير منهم بيتحسنوا بناء على هذه الاحاديث. فهمت ازاي؟ واحد حتى صديقي دكتور كده بس من الجماعه اللي هم متاثرين بالفقه السلفي يقول لي ايه ده؟ يطعم مسكين وربنا هيقبل منه؟ تقول له مالكش دعوه يا سيدي، انت مالك؟ يقبل منه ما يقبلش منه خلاص، انت مالكش دعوه، خليك بعيد انت. ما بيفهموش عامل لهم ايه؟ ما بيفهموش. ان الكافر اذا عمل حسنه اطعم بها طعمه من الدنيا، واما المؤمن
فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهما. ونقف على باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر الأرز. غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.